عملتي ترند لما قلتي أرفض مشهد القبلة لأنها ليست من ثقافتنا يعني المجتمعات العربية. العرب ما بيبوسوا أو السينما العربية، السينما المصرية كانت كان فيها مشاهد قبل فيها كان فيها مشاهد ولهلأ فيها مشاهد. بس أنا ما بقيم بناء على الاختلاف، أنا بقيم على الشيء الأساسي. شو الشيء الأساسي؟ الأساسي إنه مجتمعنا يعني مجتمعنا القبلة بالشارع غير مقبولة. نعم برا بيكونوا بالشارع عم يعملوا قبل وعم يعملوا أشياء كتير. في حرية مطلقة لكل شيء، في كتير اختلاف بأسلوب التفكير، بس عنا لا ما أنا مقبولة. أنت مع إنه نحنا نساير المجتمع ما نكسر يعني نجرب نكسر التابوهات؟ لا مو بكل شيء. هلا المجتمع ما شغلته يكسر التابوهات؟ عم أقول لك أنا ما بساير المجتمع مو بكل شيء، في شغلات ماشي فيها المجتمع أنا أكيد ضدها، أنا أكيد ضد الشيء اللي عم بس هلأ ضد شيء عالمي. شو؟ تعي نوقف سوا ضده. شو؟ يعني الشيء اللي عم بيصير بالتكنولوجيا اللي له علاقة بالرجال الآليين، اللي بالذكاء الاصطناعي. بالذكاء الاصطناعي فينا نوقف ضده؟ ما في شيء بس فينا نعمل شيء تاني. شو؟ أنا من مكاني كممثلة وأنتي من مكانك كإعلامية بده يكون في نشر توعية، بده يكون تحديد. بتنفع لما يكون في غزو هائل لشيء تكنولوجي خلص عم بغير وجه العالم وثقافتنا ونمط حياتنا. كل واحد من موقعه بده يكون مؤثر بأشخاص محيطة حواليه، على القليل يكون في شوية وعي. لازم تدرس بالمدارس هاي القصة، بحيث إنه أي شيء جاينا من برا نحن يكون عنا معرفة مسبقة فيه، لأنه أنت لما بيكون شيء جديد عليك بيكون مغبش، ممكن تحبيه أو ما تحبيه إذا ما كان عندك عنه ثقافة. بس إذا كنتي أنت بصورته بتستقبليه بطريقة مختلفة. أنت مش ضده، أنت ما بدك تحاربي، أنت بدك تستوعبه ويكون عنا وعي لتلقف يعني أي شيء جديد. أي شيء جديد بالحياة يعني إذا كان شو ما كان يكون تكنولوجي أو شيء نحن بنحتاجه بحياتنا اليومية، إله جانب منيح وجانب ما منيح. خلينا نحن نشتغل على أولادنا والأشخاص اللي منعرفهم، لأنه هلأ في أجيال ما بقى تلحق إنه تفهم شو عم بيصير. تمام. فأنت مع شوي لا طبعاً هيدا كتير أساسي. شفتي مشهد القبلة ما بين محمود نصر وباميلا الكيك بمسلسل بشو؟ كريستال مؤخراً؟ لا ما عم أحضره. لا أصلاً طب أنا هلأ عم خبرك. أوكي. صار في مشهد قبلة ما بين باميلا الكيك ومحمود نصر، ممثل سوري وممثلة لبنانية. شو رأيك؟ شو هو شو سوري يعني القبلة كمان إلى مستويات يعني هي قبلة لا بريئة قبلة ولا قبلة طويلة الأمد؟ شو بريئة قبلة يعني ممكن تكون مثل بوست الإيطالي فرنش كيس بنسميها يعني القبلة. ما بحب أنا هيك شيء. ليه؟ ما فيني أتقبله. يعني أنا بخجل لما بيطلع هيك مشهد وابني عم يحضر مثلا، بتزيح ال بحكي معه بسأله ألف سؤال لبين ما أمسك الريموت وغير يعني. بس ابنك معه تليفون وعم بشوف ابني عليه يعني أحيانا حتى هو إذا ما قصد يفوت عم تجينا المواقع لا لا لا. الإباحية للأسف لأولادنا. أنا محددت له هيدا الشيء على يوتيوب بس الشيء اللي بخص الكيدز، وعلى حتى على موبايله لحد هلأ أنا مو عملت له واتساب.